الحمد لله تقرير فورز ما جابش سيرة المذيعين، ولو ان شفنا يعني كلنا انه في مذيعين رابط وابتدينا نشوف ده، فهنطمن كده من دكتور عصام الجوهري عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عن المهن اللي ممكن يحل محلها الذكاء الاصطناعي والمهن اللي ما ينفعش يحل محلها الذكاء الاصطناعي، ومسألة يعني العمل بمسؤولية جنبا الى جنب مع الذكاء الاصطناعي علشان يكون هنا في جني ثمار للتحالف مع الذكاء الاصطناعي. يا دكتور مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، اهلا بيك استاذ هدير. ازاي استاذ المشاهدين؟ اهلا بحضرتك يا فندم. التقرير بيتحدث عن خمسه مهن يحل محلها الذكاء الاصطناعي، اعتقد انه العدد ممكن يكون في تزايد، يعني ممكن نشوف مهن مش موجوده في هذا التقرير بتنضم للقائمه اللي ممكن يحل محلها الذكاء الاصطناعي. ايه المهن اللي ممكن الذكاء الاصطناعي ما يقدرش يقوم بها؟ هل هي المهن المتعلقه بالابداع مثلا، جراحات ما، فنون؟ لو حضرتك تفهمنا. طيب ما تيجي نطمن الناس الاول ان الذكاء الاصطناعي نفسه هيخلق 157 وظيفه جديده في العالم من هنا لغايه سنه 2040. خلينا ايجابيين الاول. 157 الكلام اللي بقوله طبقا لتقرير عملها مؤسسه استشراف المستقبل عن وظائف 2040 في ابو ظبي، التقرير ده طلع سنه 2021. ايه نوعيه الوظائف دي يا دكتور؟ هقول لحضرتك. اولا في حاجه اسمها البيج داتا او البيانات الضخمه، فيها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في الروبوتس، في ال 3 دي ديزايننج، في الطباعه ثلاثيه الابعاد، في مجال الادوات الصحيه الجديده المستحدثه. كل مجال من ده في 10 12 وظيفه. في مثلا على سبيل المثال هيبقى في محللين للبيانات، علماء للبيانات، هيبقى في مستشرفين للبيانات، هيبقى في وظائف تخص صيانه الروبوت، تصميم الروبوت، هيبقى في ناس بتعمل المستشعرات الخاصه بانترنت الاشياء. في وظائف جديده جدا. ايوه يا دكتور، بس دي كلها وظائف ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي، مفيش ولا واحد من الوظائف اللي هيحل محلها الذكاء الاصطناعي يقدر يروح يشتغل في الوظائف دي، واحنا هنا بنتكلم على اعاده تاهيل للناس اللي هتفقد وظائفها بسبب الذكاء الاصطناعي. للناس اللي هتفقد ال 157 وظيفه يلزمهم تعليم جيد ويلزمهم اكسلنس سنترز عشان تقدر تخرج الناس اللي هتشتغل هذه الشغلانات، خلاص؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا مش مهتمين ان احنا المهنه اللي تمشي او مش هتبقى موجوده هي اللي تروح تشتغل المكان دي، لا طبعا، ده دي لها متطلبات ودي لها متطلبات. عايز برضو اطمن الناس ان المهن الاساسيه الطبيب، المحاسب، المهندس، المعلم، الصحفي، المبدع، كاتب السيناريو، كل الوظائف الاساسيه ستظل موجوده، لكن ستتطور وسيتطلب كل هذه المهن المعرفه بالتكنولوجيا، عشان هو نفسه هيتعامل مع ادوات فيها استخدام للذكاء الاصطناعي لاحقا. ده موضوع خلصان. الذكاء الاصطناعي يعني عشان برضه نبسطه للناس، هو ببساطه شديده محاكاه للي بيعمله العقل البشري، ادوات برمجيه بنستخدمها عشان نخلي البرمجيات التقليديه اللي كنا بنستخدمها يكون عندها نوع من انواع التعلم والتدرب واستخدام كبير للبيانات اللي قدامها وتحليل للسلوك وتحليل لمواقف، وبناء عليه تساعد الانسان، ونحط تحت ده خطين، تساعد الانسان سواء كان طبيب او مهندس او محاسب تقول انه ياخد القرار. تساعد، انا لما بحلل لك بيانات، لما بساعدك في اتخاذ القرار، ده الاساس في الاستخدام لتطبيقات الذكاء طيب يا دكتور معلش عايزه اقف مع حضرتك هنا عند المهن الخاصه بالابداع، يعني التطبيقات الخاصه بالذكاء الاصطناعي لا تصيغ الافكار، لانه الكثير من المبدعين متخوفين من ده، انه حد يتقدم بفكره ما هياش فكرته هو جايبها من خلال احد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هل حضرتك بتقول انه بتودينا بقى لشات جي بي تي واللي عملته شركه اوبن اي واطلقته السنه دي، واللي بتعمله جوجل برين في انها بتطلق براد كمان، وده نوع جديد من انواع الدردشه الالكترونيه اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي، وبتستخدم بالتحديد حاجه اسمها الناتشرال لانجويج بروسيسنج او معالجه اللغات الطبيعيه، في انها تاخد منك امر من الاوامر، من ضمن هذه الاوامر ان انا ممكن اقول له اكتب لي مقاله او اكتب لي سيناريو فيلم. صحيح. فيبدا يلم من مواقع الانترنت قاطبه معلومات وينسج قصه. وارد؟ اه وارد. زيها زي اسامه انور عكاشه؟ لا طبعا مستحيل. اولا لسببين، السبب الاولاني الابداع سيظل حكر على مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. المخ البشري هو اللي ما زال عنده الفكر والابداع لدرجه ان هو نفسه اللي طور علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها. هو نفسه اللي عنده القدره على الخيال، فكره ان يبقى عندك القدره على الخيال دي
دي شيء، ده شيء مهم جدا. فكره ان يبقى عندي القدره على المغامره، عشان كده الطبيب الجراح وهو في العمليه هو اللي بقى عنده القدره يعمل ايه دلوقتي مع المريض في حدود اللي هو شايفه. المهندس اللي بيغامر وهو بيعمل سد عالي او بيعمل حاجه من الحاجات اللي فيها تحديات عاليه، ويبدا يفكر ويبقى عنده خيال ويتخيل ما وراء الابعاد اللي قدام ده، كل ده يعني حاجات ربنا ادها للانسان. اثنين، يبقى ده السبب الاول، ان انا بشوف ان الابداع حكر على الانسان. اثنين، اللي بيعملوا كل التطبيقات الجديده زي شات جي بي تي وبرده الكلام ده، ان هو بيلف على البيانات اللي موجوده في الانترنت ويستخدم ادوات برمجيه عاليه في المستوى في انه يلم هذه البيانات وينسج منها تناثر من الاشلاء. في برامج دلوقتي عندها قدره تعرف اذا كان هذه القصه مولده من شات جي بي تي وبرد ولا بني ادم اللي عاملها. حضرتك تسمعي عن الناس اللي بتروح تعمل ابحاث، بيبقى بيروح عندهم حاجه اسمها تقرير اقتباس عشان يشوف مثلا نسبه الاقتباس في البحث 10% ولا 20% وهكذا. برضه هيبقى في تقرير اقتباس عن القصص و و وهذه المنتجات. مش هتبقى مفتوحه. وبالمناسبه ده ياخدنا لمساوئ الذكاء الاصطناعي. هو احنا ليه يا جماعه سيبنا كل الحاجات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في اتخاذ القرار فيها في المجالات الطبيه والمجالات العلميه والمجالات الهندسيه والمجالات الصناعيه ومجالات اداره ورقابه الماليه، ورايحين نعمل حاجات ونصرف على تطبيقات مش هتفيد البشريه في ايه؟ يعني انا بس يعني سؤال لازم نوجهه للاتحاد الدولي للاتصالات للامم المتحده، احنا ليه متاخرين لغايه النهارده ان احنا نعمل ميثاق الاخلاقي، ان احنا نقف ونقول للناس في ليميت، في سقف اخلاقي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ليه المجتمعات والناس المتخصصين بتطلع في الاعلام تقول للناس ان الذكاء الاصطناعي ده حاجه غول وهيستبدل الانسان؟ لا يمكن انه يستبدل الانسان. انا بقول لحضرتك قولا واحدا، احنا بنستبدل بعض المهن البسيطه اللي كانت بتنقل بيانات او بتنقل جزء او بضائع في مناطق. انت لما اتكلمت عن العامل، ما زال العامل موجود في المصنع، بس كانوا 100 عامل بقوا 20. لكن ساعة البريد كان بينقل بيانات، ما عادش موجود لان بقينا بنستخدم تطبيقات. فاي حاجه كنت هتلاقي فيها نقل للبيانات، لا دي ما عادش هتلاقي. انما مين هيستغنى عن محاسب؟ مين هيبقى هو الروبوتس مش موجوده في امريكا واوروبا بقى لها 20 و30 سنه؟ شفت حد راح عمل عمليه عند روبوت ولا كان بيروحوا للجراحين والبروفيسير؟ صحيح. فاحنا مش عايزين نروج لافكار برضه مش حقيقيه. اعتقد يا دكتور انه الاصل في الموضوع هو انه الذكاء الاصطناعي ده مش حقيقي. لكن على الدول وعلى الامم المتحده وعلى الاتحاد الدولي للاتصالات ان هم يتصدوا، لو سمحتم يا مبرمجين، لو سمحتم يا شركات ويا قطاع خاص، لو سمحتم يا حكومات، انتوا رايحين تطوروا وتستخدموا الذكاء الاصطناعي، هذا العلم القديم، التطبيقات الحديثه نعم، بس ممكن بعد اذنكم يبقى فيه سقف اخلاقي، لان ده سيؤدي ان يبقى فيه نوع من انواع السرقات. الذكاء الاصطناعي ممكن في يوم من الايام يبقى عندي مبرمجين بيستخدموا الذكاء الاصطناعي في النصب، بيستخدموا الذكاء. النهارده شفت صور الملك تشارلز اللي ماليه السوشيال ميديا والبدل اللي شكلها مليانه زهور ومش عارف ايه، ده كلها صور طالعه بالذكاء الاصطناعي. هل طبيعي ومنطقي ان احنا نسيب التطبيقات تعمل اللي هي عايزاه؟ ما هو ده السبب برضو اللي خلانا. ما هو ده يا دكتور اللي انا كنت بتكلم عنه في الاول وسالت حضرتك عنه، تتفحل بهذا الشكل مساله العمل بمسؤوليه جنبا الى جنب مع الذكاء الاصطناعي، ودي مسؤوليه مين؟ واعتقد انه الاصل في الموضوع بالتحديد هي اللي بتحط الميثاق، والاتحاد الدولي للاتصالات دول رقم اثنين. ثلاثة الدول، كل دولة على حدة، هي اللي لازم تحط السقف لهذه المسؤولية. احنا مش هنسيب الناس نقول لهم لو سمحتوا يا جماعة خليكم كويسين، انتوا يبقى عندكم ميثاق أخلاق بينكم وبين بعض. صحيح. لا طبعا الكلام ده بيتحط بقى قوانين. اعتقد كمان انه كان الاصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو مساله ان احنا نشتغل بطريقه اكثر رفاهيه، يعني يحل عندكم هنا بنضيع مثلا وقت في الاجتماعات في الايميلات. حذرنا ان احنا العالم كله لازم يتكاتف وان يبقى في ميثاق اخلاقي للذكاء الاصطناعي، لازم في سقف اخلاقي، امتى نقف ونبطل نستخدم تطبيقات او نطور فيها بشكل وبشكل محدد. وامتى يا دكتور يكون الموضوع بيضيف قيمه للشركات، بيصنع مستقبل مشرق، ما هواش مستقبل الناس خايفه من مساله تداخل الذكاء الاصطناعي؟ سؤال حضرتك هايل ورائع. الذكاء الاصطناعي هذا العلم اللي له تطبيقات في مجال تحليل سلوك المستهلك، تحليل البيانات، ودول الجزئين الاساسيين جدا، مهم جدا لما اشتغل على الحتتين دول عشان اقدر اساعد في عمليه التعلم، في اتخاذ عمليه في القرار. النهارده لو خلينا ناخد مثال وتطبيق عملي جدا، فين وامتى اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي؟ مريض في غرفه عمليات بيعمل عمليه، كل اجهزته موجوده على اجهزه، الاجهزه ديت فيها تطبيقات وبرامج بالذكاء الاصطناعي قادره انها تقيس كل المؤشرات الصحيه للمريض. وتساعد الطبيب اللي في ايده المشرط، بتحط له بقى قدامه خلاصه التحليل لهذه المؤشرات. هنا احنا بنتكلم في كلام مفيد.
لما يكون كل الشركات العالميه اللي بتعمل نوع من انواع التعامل في التجاره وفي التجزئه عندها نوع من التحليل من برمجيات بتساعدها على تحليل البيانات، فيبقى عندها علم بسلوك المستخدم وتفضيلاته وهو بيحب ايه، وممكن تنزل له بعد كده عروض خاصه بيه، وبالتالي اقدر استشرف واعمل استيميشن للطلبيات اللي هتجيلي فيما بعد، وبالتالي يبقى الهدر عندي قليل واعرف بالظبط اللي الناس عايزينه. هنا انا بستخدم برضو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شيء مفيد. لما يكون عندي حكومه الكترونيه وعندي من ضمن الحكومه الالكترونيه التطبيقات الصحيه كلها في وزاره الصحه بتاع المرضى، ال 100 مليون لهم كارت صحي مميكن بالكامل، فبقيت قادر اعرف خد دواء ايه والناس بتجي لها امراض ايه، فاستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي زي الماشين ليرنينج في ان انا استشرف واقول الناس عندي هيبقى عندها امراض ايه في الفتره القادمه طبقا للامراض اللي عندهم صحيح. دلوقتي ده بقى اسمه تحليل البيانات. فساعتها اقدر اعمل مصانع، اقدر اجيب ادويه من دلوقتي، اقدر اعلم عدد من الاطباء من دلوقتي. هنا دي اسمها الاستخدامات الصحيحه والسليمه للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، في الصناعي، في التجاري. انما اروح اعمل تطبيقات في الجيم، في النصب، في الامور غير الاخلاقيه، ليه؟ انا هسيب الكلام ده للناس هم اللي ياخدوا فيه قرار واقول حسب اخلاقهم وحسب المسؤوليه الاجتماعيه بتاعتهم؟ لا اسف، انا ما احنا ليه عملنا قوانين؟ وليه قلنا انت ما كنا قلنا الناس اللي بتسرق يعني تبقى قلبها حنين وما تسرقش حد؟ لا 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 لا، احنا برضو عندنا في الذكاء الاصطناعي زي ما كنا خايفين من التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يا دكتور، هيبقى في برضو مجرمين في مجال الذكاء الاصطناعي، مين المسؤول عنه؟ هيبقى الانسان اللي بيعمل الجوريزمات وبرمجيات بتغذي الذكاء الاصطناعي. فاحنا لازم نبقى عندنا من القوانين والتشريعات الدوليه اولا، عشان كده بقول الامم المتحده وبقول الاتحاد الدولي للاتصالات. ثانيا على مستوى الدول الوزارات والحكومات اللي لازم برضه يبقى عندها تشريعات بتمنع الكلام ده وبتعمل بتقول ان دي جريمه والعقوبات بتاعتها بالشكل الفلاني الفلاني. مش هسيبها بشكل ان دي مسؤوليه مجتمعيه. صحيح. كل انواع التكنولوجيا لها ايجابيات ولها مساوئ. لازم يبقى عندنا تشريعات واضحه تقول قوانين منظمه لهذا التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يا دكتور. وصلت يعني دكتور نقطه حضرتك دكتور عصام الجوهري عضو غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.